السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات مدارس الثانوية التجارية شعبة قانون، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من القانون المدني. معكم مستر رأفت عبد المنعم، معلم خبير مواد قانونية بوزارة التربية والتعليم. زي ما احنا عارفين، منهج القانون المدني السنة دي عندنا بيتكون من 3 عقود: عقد البيع، وعقد الإيجار، وعقد التأمين. اللي احنا شغالين فيه دلوقتي اللي هو عقد الإيجار، وقلنا قبل كده ان عقد الإيجار هو عقد بيمكن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة من الزمان مقابل إيجار أو مقابل أجر. وعقد الإيجار له مجموعة من الخصائص، إنه عقد إرضائي، عقد معوضة، عقد ملزم للجانبين، عقد محدد المدة وهكذا. واتكلمنا برضو قبل كده عن أركان عقد الإيجار اللي هو الرضا والمحل والسبب. النقطة اللي بعد كده اللي هي آثار عقد الإيجار. المقصود بكلمة آثار العقد في أي عقد هو التزامات أطراف العقد. فأنا عندي طالما بتكلم عن عقد الإيجار يعني التزامات المؤجر والتزامات المستأجر. خلصنا التزامات المؤجر، والنهاردة نتكلم إن شاء الله عن التزامات المستأجر. أول التزام من التزامات المستأجر هو الوفاء بالأجرة. الطبيعي إن أنا لما بأجر شيء أول حاجة بدور عليها هي الأجرة، يعني بطالب المستأجر بدفع الأجرة. على المستأجر الوفاء بالأجرة سواء حددت باتفاق أو بنص القانون. الطبيعي إن حد بيجي يسكن عندي أو بيأجر من عندي شيء معين بنتفق على الأجرة مع بعض. إذا لم نتفق هنا القانون بيتدخل فبيختلف الإيجار، إذا كانت أرض زراعية أو إذا كانت عقارات أو إذا كان منقول، القانون بيحدد في حالة عدم الاتفاق، في حاجة اسمها أجرة المثل وما إلى ذلك. النقطة الثانية ميعاد الوفاء بالأجرة. يجب على المستأجر القيام بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها. الطبيعي لما احنا بنعمل عقد الإيجار بنتفق مع المؤجر باعتباري مستأجر ان هندفع الأجرة مثلا اول الشهر او اخر الشهر او في اي وقت يجوز الاتفاق عليه. احنا عارفين ان غالبية احكام القانون الخاص او القانون المدني هي قواعد مكملة. يعني ايه قواعد مكملة؟ يعني قواعد يجوز الاتفاق على مخالفتها طالما غير مخالفة للنظام العام او مخالفة او غير مخالفة للقواعد الآمرة. فيجوز الاتفاق ان الأجرة تدفع كل شهر، كل شهرين، او كل 3 شهور حسب الاتفاق. طيب اذا وجد جمود، غموض يعني غير واضح، اذا وجد غموض حول ميعاد الاستحقاق وجب تفسيره لصالح المستأجر. طبعا العقد فيه مؤجر ومستأجر، هنا في غموض في الأجرة مش عارفين هتدفع في اول الشهر او في اخر الشهر، التفسير يفسر لمصلحة المستأجر ده في حالة اللجوء الى القضاء. النقطة الثالثة، إذا لم يوجد اتفاق تم تطبيق العرف إن وجد. العرف إحنا عارفين اللي هي العادات الملزمة. طبعا العادات الملزمة بتختلف من المدينة إلى القرى، بتختلف إذا كان عقار أو منقول، بتختلف إذا كانت أرض زراعية أو عقارات أو ما إلى ذلك. عندي بعد كده ثانيا مكان الوفاء بالأجرة، يكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. يعني إيه الوفاء في موطن المستأجر؟ يعني الطبيعي بيجي المؤجر في الوقت المتفق عليه لغاية موطن المستأجر، يخبط عليه يقول له الأجرة بتاعتنا. طيب مفيش ممكن في دفع عكس ذلك؟ يجوز يكون في دفع عكس ذلك، ممكن يكون دفع الأجرة في موطن المؤجر، يجوز دفع الأجرة في مكان آخر يجوز، لكن الاتفاق أو الأصل هو إن الأجرة تكون في موطن المستأجر. ثالثا نقطة مهمة جدا وهي الوفاء بالقسط الأخير من الأجرة. الطبيعي لو أنا معايا إيصال إيجار بشهر 5 ده معناه إني دفعت 1 و2 و3 و4، ولكن يجوز إثبات عكس ذلك. بمعنى ممكن المستأجر يلجأ للمؤجر يقول له معلش أنا هدفع لك الشهر الأخراني وهسيب الشهور اللي قبل كده، مراتي تعبانة أو مراتي عندها اكتئاب أو ووعد مني إن أنا هدفع لك الشهور اللي قبل كده. هو هنا إداله إيصال بآخر شهر بالرغم إنه لم يسدد الشهور السابقة. في هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يثبت عكس ذلك، يعني يجوز إن المؤجر أن يثبت إنه لم يسدد جميع الأقساط، لكن القاعدة أن القسط الأخير دلالة على سداد الأقساط السابقة. رابعاً نفقات الوفاء بالأجرة، بتكون نفقات الوفاء بالأجرة على المستأجر، يعني المستأجر هو الذي يتحمل نفقات الوفاء بالأجرة ولكن يجوز الاتفاع عكس ذلك. هنلاحظ إن دايماً بنقول كل قواعد القانون المدني أو معظمها بلاش كلها هي قواعد مكملة، يعني يجوز الاتفاق على عكسها. يعني يجوز المستأجر يلزم المؤجر إن هو اللي يكون نفقات الأجرة عليه، يجوز، ولكن القاعدة إن نفقات الأجرة بتكون على المستأجر. خامسا تقادم دين الأجرة. في الحقوق أو الديون القانون جعل لها مدة،
يعني يجعل لها مده. ما ينفعش ان انا يبقى لي حق عند حد طول العمر طالما ان انا ساكت عن هذا الحق له مده معينه وتسقط. ايه الهدف من كده؟ الهدف هو استتباب او استقرار الامور سواء الماليه او القانونيه. فبالتالي ان الحق له مده، اذا لم اطالب به خلال هذه المده سقط هذا الحق. دين الاجره لاحكام خاصه. هي الاحكام الخاصه ان القانون جعل سقوط دين الاجره بعد 5 سنوات من هذا الدين. يعني ايه؟ يعني الدين بتاع الاجره اللي هي الاجره الاقساط الشهريه اذا فات عليها اكثر من 5 سنوات يجوز للمستاجر ان يتمسك باسقاطها ويتحول من دين مدني الى دين طبيعي. يعني ايه دين طبيعي؟ يعني لو ان يسددها او لا يسددها، لكن خلال المده اللي هي 5 سنوات لا يجوز له ان يتمسك باسقاطها. النقطه الاهم ان كل قسط له مده مستقله بذاته. يعني ال5 سنوات بتحسب لكل قسط على حده. هنفترض ان انا بقالي 7 سنوات ما بدفعش اجره، يبقى انها هيتحسب 5 سنوات على اخر قسط، اللي قبل كده ما خلاص يسقط، اللي بعد كده لا يسقط. تاني بيتحسب مده السقوط كل 5 سنوات لكل قسط على حده، مش الاجره كلها على بعضها. يعني لو المؤجر ليه مثلا 100,000 جنيه ايجار، ما نقولش دي 100,000 جنيه كلهم سقطوا، لا هنحسب ال5 سنوات بالنسبه لكل قسط على حد. سادسا، جزاء الاخلال بالالتزام بالوفاء بالاجره. في القانون في حاجه اسمها جزاء الاخلال. انا لما يكون عليا التزام ولم اوفيه بيبقى في جزاء بهذا الاخلال. يعني ايه جزاء بالاخلال؟ اني ما سددتش او ما التزمتش او ما وفيتش الالتزام بتاعي. احنا بنتكلم في التزامات المستاجر. طيب انا ما وفيتش الاجره بتاعتي، المؤجر ايه الطرق اللي ممكن ياخد بيها حقه، او ايه الطرق اللي ممكن المؤجر ياخد بها الايجار بتاعه؟ اول نقطه للمؤجر ان يطلب التنفيذ العيني او فسخ عقد الايجار. في القانون المدني كلمه التنفيذ العيني يعني تنفيذ عين التزامك. لما انا اقول لك كده تنفيذ عيني يعني تنفيذ عين التزامك. يعني انا لما اشتري منك عربيه وانت ما تدينيش العربيه واروح للقاضي واقول له عايز التنفيذ العيني، يعني عايز العربيه. بشتري منك ساعه وانت ما تدينيش الساعه واقول للقاضي عاوز تنفيذ العين، يعني عايز الساعه. ده اسمه المقصود بكلمه التنفيذ العين، تنفيذ عين التزامك، يعني مش عايز مقابل. بعد كده عندي فسخ عقد الايجار. اذا كان في استحاله في التنفيذ العيني بنلجا لفسخ عقد الايجار. ما حقه في التعويض في الحالتين؟ المؤجر بيصاب بضرر نتيجه عدم سداد او التزام المستاجر بالاجره، فسواء طلب تنفيذ عيني او سواء طلب فسخ عقد الايجار فله ان يطلب تعويض، والقاضي هو الذي يقوم بتحديد التعويض حسب الضرر الذي اصاب. طيب قبل ما يطلب تعويض يتعين على المؤجر اعذار المستاجر. يتعين اعذار المستاجر في حاله تاخره عن الوفاء بالاجره ليتمكن من طلب التعويض. هنا القانون حط شرط لطلب التعويض ان نعمل له اعذار، والاعذار بيكون يا إما إنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول، بحيث تبقى حاجة رسمي بتثبت حق المؤجر أو بتثبت تأخر المستأجر في سداد الأجرة بتاعته. ضمانات المؤجر لتسهيل الحصول على الأجرة. هفترض دلوقتي أنا كمؤجر جالي مستأجر يسكن عندي ما عرفوش ما ضمنوش، القانون وفر لي مجموعة من الضمانات اللي تخليني أبقى مطمن. انا لما ببقى عندي شقه او عندي حاجه عايز اجرها ابقى عاوز ان ده استثمار ليا بيجيب لي عائد. طب انا اضمن حقي ازاي؟ اضمن الايجار بتاعي ازاي؟ ده بنسميها ضمانات المؤجر لتيسير حصوله على الاجره. اولا وضع منقولات في العين المؤجر. يعني القانون بيلزم المستاجر بوضع منقولات في العين المؤجر. ايه هي احكام وضع هذه المنقولات؟ بنقول يلتزم المستاجر اللي هو الساكن يعني للعقار اذا لم تكن عجلت. قد عجلت يعني اتدفعت مقدما، يعني الأجرة ما اتدفعتش مقدما، لسه هتدفع شهريا أو على أقساط، بالدفع بوضع منقولات فيه تكفي لضمان الوفاء بكل الأجرة إذا كانت مدة العقد أقل من 2 سنين. يبقى أنا دلوقتي لو رحت عملت عقد إيجار مدته أقل من 2 سنين، سنة أو سنة ونص، يبقى كمؤجر أستطيع أن ألزم المستأجر بوضع منقولات في العين المؤجرة، بحيث هذه المنقولات ثمنها أو قيمتها يكفي قيمة الأجرة على مش أقل من 2 سنين. طب إذا كان العقد مدته 2 سنين أو أكثر بيبقى قيمة المنقولات ما تقلش عن 2 سنين زي ما بنقول. أما إذا كانت مدة العقد أكثر من 2 سنين وضعت منقولات تكفي أجرة 2 سنين. يعني أنا واخد 5 سنين هو أجرة 2 سنين بس، 10 سنين. هو القانون عمل حد أقصى لضمان دين الأجرة إن أحط منقولات في العين المستأجرة باعتباري مستأجر، لا أقول مؤجرة لو باعتباري مؤجر. هذه المنقولات لا تقل قيمتها عن أجرة 2 سنين. ملحوظة، القانون
أي قاعدة أو معظم القواعد القانونية قد نجد عليها استثناءات، وهذه القاعدة أو هذا البند اللي فات ممكن نجد عليه استثناءات. أول استثناء أنه يجوز إعفاء المستأجر من وضع منقولات في العين المؤجرة في 4 حالات. والتاني يجوز إعفاء المستأجر من وضع منقولات. المنقولات يا أولاد اللي هو العفش والأجهزة الكهربائية والكلام ده كله، إحنا عارفين المال نوعين، عقار ومنقول. العقار اللي هي الأراضي، الفيلا، البيت، اللي هي الأموال الثابتة. أما المنقولات اللي هي الأجهزة الكهربائية والعفش وما إلى ذلك والملابس. طيب القانون أجاز للمستأجر أو أعفى المستأجر من وضع منقولات في العين المؤجرة في 4 حالات. أول حالة إذا كانت الأجرة قد عجلت، يعني أنا مدة العقد بتاعت 2 سنين ودفعت لك الأجرة 2 سنين مؤجل، مالكش دعوة بقى حط عفش ما حطش عفش، أنت خلاص ضمنت حقك. إحنا قلنا المنقولات الهدف منها إن أنا بضمن حق المؤجل، طب خلاص ما أنت خدت الأجرة مقدمة، مالكش. 2 إذا اتفق على إعفاء المستأجر من هذا الالتزام. نرجع تاني ونقول إن قواعد القانون المدني معظم قواعد مكملة يجوز الاتفاق على عكسها. هذه القاعدة إذن يجوز الاتفاق على عكسها، يعني القانون إذا كان بيلزم المستأجر بوضع منقولات في العين المؤجرة مدة بقيمة الإيجار مدة لا تقل عن 2 سنين، لكن يجوز الاتفاق على عكسها. فبالتالي إذا المستأجر اتفق مع المؤجر في العقد وقال له معلش اعفيني إن أنا أحط إيجار معايش أو ما إلى ذلك، خلاص يجوز كتب الشرط كده في العقد إعفاء المستأجر بوضع منقولات في العين المؤجرة. الحالة الثالثة إذا جرى العرف على إعفاء المستأجر من وضع منقولات. إيه هو العرف؟ العرف هي العادات الملزمة، العادات الملزمة التي إذا خالف أحد الأشخاص يتعرض لجزاء أو لعقوبة. هنا العرف بيقول لا، في هذه الحالة يجوز للمستأجر ما يحطش منقولات، يبقى ما يحطش منقولات، ولا يستطيع المؤجر إلزامه بوضع منقولات. الحالة الرابعة إذا قدم المستأجر تأمين آخر، أنا اديته تأمين زي ما بنشوف كده في عقد الإيجار، يجي المؤجر بيشترط على المستأجر أنا عايز تأمين 2 سنين، عاوز تأمين 1 سنة، عاوز تأمين 5 شهور حسب ما اتفقوا. طب أنا حديتك تأمين خلاص، يبقى مش لازم أحط منقولات، لأن كده كده أنت ضامن حقك بالتأمين اللي هو مع حضرتك. ده كده أول حق أو أول ضمانة بيضمن بها المؤجر حقه على الأجرة. الضمانة الثانية تقرير حق امتياز للمؤجر على المنقولات. من ضمن الحقوق اللي أنتوا درستوها في سنة أولى التي يفرضها القانون لضمان دين معين او حق معين او حق الامتياز، وده حق يكفله القانون. احنا عندنا في حقوق يكفلها القضاء وفي حقوق يكفلها القانون. حق الامتياز ده معناه ان دين الاجره دين مميز، يعني دين مقدم على الدين الاخرى، بمعنى المستاجر مستدان لاكثر من دائن وعليه ديون وتم الحجز على المنقولات الموجوده في العقار، من ضمن هذه الديون عدم دفع الايجار، دين الاجره بالنسبه للمؤجر مقدم على اي دين اخر، عشان كده بنسميه حق ايه؟ امتياز، يعني مميز. زي دين النفقه بالنسبه للمراه المطلقه ده برضه لحق امتياز، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم في عقد الايجار يبقى بنقول ان حق المؤجر له حق امتياز على المنقولات. 3 حبس المنقولات الضامنه لحقوق المؤجر، يعني ان المؤجر يستطيع منع المستاجر من اخراج المنقولات من العين المؤجره ضمانا لهذا الدين اللي هو دين الأجرة، ده بنسميه حبس المنقولات. والحبس يختلف عن الحجز، ده اللي احنا هنتكلم عنه بعد كده، ده اللي هو النقطة الرابعة أو الطريقة الرابعة اللي أنا بيضمن بها المؤجر حقه على دين الأجرة، اللي هو الحجز التحفظي. الحجز التحفظي أنتوا خطوه في مادة المرافعات. الحجز التحفظي ده بيبقى زي إجراء تحفظي مقدم على الحجز التنفيذي، يعني الحجز التحفظي دوت بيبقى صاحب الدين بيعمله بحيث ان المنقولات ما يقدرش المدين انه يتصرف فيها ضمانا لدين المؤجر، ما سدش الاجره بتاعته هذا الحجز التحفظي يتحول من حجز تحفظي الى حجز تنفيذي. مش هناخد كتير في انواع الحجوزات لان دي ماده ودي ماده عشان الامور ما تخشش مع بعض. فبالتالي نقول كده انه يحق للمؤجر اجراء الحجز التحفظي على المنقولات ضمانا لدين الاجره. ده الالتزام الأول كده من التزامات المستأجر لو الوفاء بدين الأجر. الالتزام الثاني هو مرتبط بطبيعة عقد الإيجار، هو استعمال العين المؤجرة فيما أعدت له. أنا لما بأسكن عقار شقة مثلا أو أي حاجة من هذا القبيل ببقى عايز أسكنها في حاجة معينة، يعني لو عمارة سكنية يبقى عايز أسكن هذه العين سكن، لو برج إداري عايز أسكنه مكتب، لو هو برج طبي عايز أعمله عيادة وكذا. ويلتزم المستأجر باستعمال العين فيما أعدت له حسب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر. فبنقول على المستأجر استعمال العين المؤجرة في الغرض المتفق عليه،
ولا يجوز له أن يتركها دون استعمال. فبالتالي إذا كانت العين المستأجرة إيجار، إذا قام المستأجر بتغيير النشاط أو بتغيير الغرض منها وحولها إلى غرض آخر كعيادة أو كورشة أو أي شيء آخر، جاز للمؤجر أن يطالبه بتنفيذ العين. وقلنا يعني التنفيذ العيني يعني يرجع الحال إلى ما كان عليه، أو الفسخ، وفي كل الأحوال له أن يطلب التعويض. الالتزام الثالث، المحافظة على العين المؤجرة. عشان نفتكر بس ما ننساش احنا بنتكلم في ايه، في التزامات المستأجر. التزامات المستأجر، وده الأثر الثاني من أثار عقد الإيجار. الأثر الأول هو التزامات المؤجر، احنا دلوقتي بنتكلم في التزامات المستأجر. على المستأجر الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة وملحقاتها. يعني العين المؤجرة ممكن يكون لها ملحقات، يعني ممكن أكون مؤجر فيلا والفيلا دي لها جراج، لها جنينة، لها مخازن، دي اسمها ملحقات، فلازم أحافظ عليها، يعني العين المؤجرة وملحقاتها. أثناء مدة الإيجار، طبعا مدة الإيجار، لأن عقد الإيجار قلنا من خصائصه أنه محدد المدة، ده حسب القانون الجديد اللي هو بيطبق من 31 يناير سنة 96. أثناء مدة الإيجار، وعليه أن يبذل في العناية بها ما يبذله الرجل المعتاد، يعني يحافظ عليها كأنه بيحافظ على أمواله الخاصة. طبعا أي شخص بيبقى بيحافظ على أمواله، وفي نفس الكلام أنت مستأجر يبقى تحافظ على هذه الأموال. وهذا يستلزم بالضرورة قيام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية. هنرجع لورا شوية ونقول ان الترميمات نوعين، ترميمات ضرورية وترميمات تأجيرية. تاني، ترميمات ضرورية وترميمات تأجيرية. ايه الفرق بينهما؟ الترميمات الضرورية بتكون على المؤجر، زي الجدران، الحاجات الاساسية في العقار، دي اسمها ترميمات ضرورية بتكون على المؤجر. اما الترميمات التاجيريه بتكون على المستاجر، زي حنفيه باظت، لمبه اتحرقت، ازازه اتكسر، استحاله طبعا هتجيب صاحب البيت وتقول له تعالى صلح لي الكلام ده، لا، دي على المستاجر، لانها بتبقى نتيجه الاستخدام الشخصي داخل العين المؤجره نفسها. ولكن هل يجوز الاتفاق على عكس ذلك؟ نعم يجوز الاتفاق على عكس ذلك، ولكن نرجع نقول تاني القاعده ان الترميمات نوعين، ترميمات ضروريه وترميمات تاجيريه. الضروريه على المؤجر نحفظها، والتاجيريه على المستاجر. ودي من النقاط المهمة جدا 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 اللي بتتكرر كتير جدا في أسئلة الامتحانات، سواء في شكل صح وغلط، في شكل أكمل، في أو أسئلة مقالية، أو أسئلة مقالية لما يجي يتكلم عن المحافظة على العين المؤجرة. ملحوظة، يكون التزامات المستأجر لتحقيق المحافظة على العين كالتالي: ثلاث حاجات لازم المستأجر يعملهم عشان يحافظ على العين المؤجرة. واحد، وجوب اختار المؤجر بما يوجب تدخله. يعني أنا ساكن في شقة فلقيت الجدار اتشق، فبالتالي هنا ده يعتبر ترميمات إيه؟ ضرورية، فبالتالي على مين؟ على المؤجر، الله ينور عليك، فبالتالي اختره، والاختار هنا قد يكون شفوي، قد يكون بالتليفون، قد يكون إنذار على يد محضر، قد يكون بجواب بعلم الوصول، موصى عليه بعلم الوصول، وهكذا، اختره، ده واجب على المستأجر. اتنين، التزام المستأجر بالترميمات التأجيرية، واتفقنا عليها خلاص، زي ما قلت لك لمبة، حنفية باظت، حاجة إزازة كسر، دي على المستأجر. تلاتة، عدم تغيير وجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولو هو النشاط أو السبب لو من الإيجار، زي ما قلت لك لو سكنة يبقى سكنة، لو مخزن يبقى مخزن، لو عيادة يبقى عيادة، وهكذا، ما غيرهاش. التلات نقاط دولت مرتبطين بإيه؟ التزامات المستأجر لتحقيق المحافظة على العين المؤجر، لأن تغيير النشاط قد يؤدي إلى تلف العين المؤجر. أنا عامل شقة للسكنة، لو أنت عملتها مصنع، ما أنت كده تبوظ الشقة، هو كده يعني هو تتلف أو كذا، فبالتالي أنا عاملها للسكنة يبقى ما تغيرش النشاط لو سمحت علشان تحافظ عليها، لأن عقد الإيجار عقد مدة، يعني أنت حضرتك بعد المدة ما هتخلص هترجع لي الشقة تاني، فلازم ترجعها لي بالحالة اللي أنت استلمتها عليها، وهنتكلم عنها تاني النقطة دي. الالتزام الرابع على المستأجر بعدم إجراء تغيرات مادية في العين. تغيرات مادية اللي هي التغيرات الملموسة والمحسوسة، دايما كده في القانون يقولك مادي ومعنوي، المادية الأشياء الملموسة أو المحسوسة، فلا يجوز له مثلا فتح نوافذ لم تكن موجودة، يعني ما ينفعش كده تفتح حيطة تروح فتح فيها شباك، لا ممنوع، يقدر على طول تنفيذ عيني، ممكن كمان فسخ العقد مع التعويض، أو غلق نوافذ كانت موجودة، الشباك ده مش عاجبني ولا أسد عليه حيطة وابني حيطة وأقفله، لا مش من حقك، حضرتك ما اشتريتش الشقة ولا اشتريت العين اللي أنت مستأجرها، أنت مجرد مستأجر لمدة وهترجعها زي ما كانت دون تغيير أو إتلاف.
أو غلق النوافذ كانت موجودة بالفعل بشرط أن تكون هذه الأعمال تلحق الضرر بالمؤجل، يعني هذه الأعمال اللي أنت عملتها تكون ضرت المؤجل، فهذه الحالة إذا اضر المؤجل يستطيع أن يلزمك ويجبرك على إعادة الحال إلى مكان عليه. الالتزام الخامس رد العين المؤجرة، ودوت مرتبط بخصائص عقد الإيجار. عقد الإيجار محدد المدة بناء عليه، بعد انتهاء مدة العقد إذا لم يرغب الطرفين في تجديد العقد بيقوم المستأجر برد العين المؤجرة. هي الأحكام بتاعت رد العين المؤجرة؟ أولا الحالة التي يجب أن ترد عليها العين المؤجرة، يجب على المستأجر أن يرد الشيء المؤجر إلى صاحبه عند انتهاء عقد الإيجار. العقد سنة أو سنتين واشترطنا أن ما فيش تجديد أو المؤجر رفض أن هو يجدد، يبقى ترجع له العين المؤجرة بعد انتهاء هذه المدة. فلا يجوز الاقتصار على رد قيمته أو رد بدلا منه إلا إذا قبل المؤجر ذلك. يبقى أنا بالتالي إذا كنت هرد الشيء اللي أنا مؤجره برده هو بعين. في العقوبات خدته أن من عقود الأمانة عقد الإيجارة، من عقود الأمانة عقد الإيجارة، والأمانة تستدعي أن أرد الشيء بعينها حتى مش بقيمتها، حتى لو أغلى من قيمتها. لا، المؤجر أنا عايز حاجتي، مش عايز ثمنها، مش عايز فلوس، إلا إذا قبل المؤجر. ده موضوع تاني. إذن يجب على المستأجر رد العين المؤجرة بذاتها بعينها، ولا يقدم بديل لا إلا إذا قبل المؤجر ذلك. وقلنا المؤجر اللي هو صاحب العين المؤجرة، والمستأجر يعني لو نضرب مثال الساكن. ثانيا جزاء الإخلال بالتزام بالرد. يعني جزاء الإخلال؟ يعني لم يقم المستأجر برد العين المؤجرة، تأخر في ردها أو امتنع عن ردها، ده اسمه إخلال. أخلي بالرد، المدة انتهت، رد العين المؤجرة، لا ما ردهاش، يبقى اسمه إيه؟ الإخلال. طب إيه الجزاء؟ ده من القانون كده، أي حد يخالف بيبقى فيه جزاء، يبقى اسمه فيه جزاء. إذا لم يلتزم المستأجر بالرد أو تأخر في ردها، إذا ما ردش أو تأخر في ردها، طبعا في ضرر كده على المؤجر، فإنه يكون مخلا بالتزامه، يعني ارتكب خطأ بالرد، ويكون للمؤجر مطالبته بالتعويض عما أصابه من ضرر. يعني أنت أخرت حضرتك عن رد العين المؤجرة شهر شهرين ثلاثة، أطلبك بالتعويض. التعويض دوت قد تكون الأجرة مساوية أو أكثر طبعا بسبب التأخير في هذا الرد، وللمؤجر طلب إخراجه قهرا، يعني بالقوة، إن أنا بروح للسلطات وطالب بإخراج المستأجر اللي انتهى العقد، وطبعا بقدم الدليل إن العقد انتهت مدته وما فيش تجديد وما فيش شرط للتجديد، ما فيش اتفاق على التجديد، فبالتالي بطلب إخراجه قهرا يعني بالإجبار والقوة، مع طلب التعويض إن كان له مقتضى. في كل الأحوال يجوز للمؤجر طلب التعويض إذا كان المستأجر تأخر أو امتنع في رد العين المؤجر. النقطة اللي بعد كده، إذا كان الشيء المؤجر منقولا، احنا قلنا قبل كده خلاص المال نوعين، عقار ومنقول. العقار اللي هي المثال البيت، الأرض، عمارة. المنقول اللي هي العفش والأجهزة الكهربية، يعني المال اللي يجوز نقله من مكان إلى مكان اسمه منقول، المال الثابت اسمه عقار. طيب إذا كان الشيء المؤجر دوت منقول ولم يرده المستأجر في الميعاد المحدد للرد، يعني خلاص أنا كنت مأجر لك مثلا موبايل، ده منقول، تلفزيون، ده منقول، والميعاد بتاع العقد انتهى، خلاص المدة انتهت، اعتبر ذلك تبديدا، والتبديد دي جريمة في قانون العقوبات. التبديد جريمة وتستوجب الحبس في قانون العقوبات إذا توافرت فيه أركان جريمة التبديد. عندي أسئلة كده هنراجع بها نشوف الدنيا فيها إيه. ما هي ضمانات المؤجر للحصول على الأجر؟ نفتكر كده مع بعض، ما هي ضمانات المؤجر للحصول على الأجر؟ واحد، وضع منقولات في العين المؤجرة، يعني المستأجر يلتزم بوضع منقولات في العين المؤجرة. اثنين، حبس المنقولات، كل دي ضمانات للمؤجر يا شباب. ثلاثة، تقرير حق امتياز للمؤجر، وشرحنا قلنا حق امتياز يعني حقه أو دينه يكون مميز عن باقي الديون، لأن ده دين أجرة، وانت عفش بتاعك أو المنقولات بتاعتك في العين المؤجرة، يبقى هي حق مقدم ومميز عن باقي الديون. أربعة، الحجز التحفظي، وقلنا الحجز التحفظي هو زي تقدمة لإثبات الحق لمنع المدين من التصرف في المنقولات، وبالتالي يضيع حق الدائن. عندي سؤال بعد كده تكلم عن التزام المستأجر في استعمال العين المؤجرة فيما عدت له، وقلنا ان المستأجر لا يجوز له لا تعديل النشاط او السبب اللي استأجر من اجلها العين المؤجرة، بالاضافة ليس له ان يقوم باي تعديلات في العين المؤجرة، تعديلات مادية،
لا يفتح نوافذ كانت مغلقة ولا يغلق نوافذ كانت مقفولة بما يترتب عليه ضرر للمؤجر. كده نكون خلصنا عقد الإيجار، وده العقد الثاني من العقود المقررة علينا. احنا عارفين عندنا ثلاث عقود، عقد البيع وعقد الإيجار وعقد التأمين. القاعدة اللي موجودة في المنهج ان العقد، ان انا بعرف العقد، بخش على خصائصه، بخش على أركان العقد، بخش على أثاره. تعريف العقد: خصائص، أركان، أثار. والأثار عشان نبقى فاهمين يعني التزامات أطراف، في عقد البيع بائع ومشتري، في عقد الإيجار مؤجر ومستأجر. طب العقد بتاعنا بقى النهاردة الجديد اللي هنتكلم فيه، اللي هو آخر عقد عندنا في المنهج، اللي هو عقد التأمين. ما يميز عقد التأمين إنه ليه تعريفين. إحنا في عقد البيع هو ليه تعريف واحد، هو عقد بيتم نقل فيه ملكية شيء معين من البائع للمشتري مقابل ثمن نقدي. عقد الإيجار ليه تعريف واحد، عقد يلتزم فيه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين مقابل أجرة. في ملحوظة في الأجرة كنت عايز أقولها، إن الأجرة يجوز أن تكون نقدية أو أي تقدمة أخرى، على عكس الثمن في عقد البيع. الثمن في عقد البيع لازم يكون نقدي وجدي، نقدي وجدي. أما الإيجار أو الأجرة في عقد الإيجار ممكن تكون نقدية، يعني أدفع مثلا في 1000 جنيه 2000 جنيه حسب ما نتفق، أو ممكن تكون بضاعة، يعني أسكن عندك وأديك كل شهر مثلا بضاعة معينة، أو ممكن تكون خدمة، يعني أسكن عندك واشتغل عندك في المحل أو في الورشة أو في المصنع وهكذا. إذا لا يشترط في الإيجار أن يكون الأجرة نقدية، لا، الأصل هنا نقدية، ده الأصل، ولكن يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى. المهم نخش في العقد الثالث بتاعنا والأخير اللي هو عقد التأمين. التعريف الأولاني بتاعنا اسمه التعريف القانوني. إحنا عندنا تعريفين، تعريف قانوني وتعريف فني. ما يميز التعريف القانوني انه بيبدا بكلمه عقد. لازم نبقى عندنا يعني تركيز كده شويه، عشان لما نيجي نحفظ، احنا عارفين القانون فيه حفظ كتير، ان لازم يكون عندنا مفاتيح للاجابه ومفاتيح للحفظ. التعريف القانوني بيبدا بكلمه عقد. نكمل: هو عقد يحصل بموجبه المستأمن ده اللي هو بيطلب التأمين، اللي هو الشخص العادي، من المؤمن ده اللي هو الشركه. والتاني: عقد يحصل بموجبه المستأمن من المؤمن على تعهد بتقديم أداء، الأداء اللي هو مبلغ التأمين، معين في حال تحقق الخطر، الخطر اللي هي الكارثة، في حال تحقق خطر محدد، وذلك مقابل دفع ثمن يسمى قسط أو اشتراك. هقول تاني التعريف: عقد يحصل بموجبه المستأمن، احنا خلاص شرحنا بقى، عقد يحصل بموجبه المستأمن من المؤمن على تعهد بتقديم أداء معين في حالة تحقق خطر محدد، وذلك مقابل دفع ثمن يسمى قسط أو اشتراك. التعريف الفني لعقد التأمين هو عملية، يبقى نميز تاني. لو بصينا على التعريف القانوني هو عقد، التعريف الفني عملية. العقد بيتكلم عن عناصر بقى وكده، حبة حاجات قانونية، الأطراف، الالتزامات، لكن التعريف الفني بيتكلم عن الناحية الفنية، ودي تعرفها بتوع التأمين كويس جدا. نقول هو عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين المؤمن له، اللي هو الشخص العادي، نظير دفع قسط على تعهد لصالحه. القسط اللي هي الأقساط الشهرية اللي بتدفع لشركة التأمين على تعهد لصالحي أو لصالح الغير، يعني مش شرط إن أنا اللي أخد الفلوس، ممكن يكون بعمل تأمين لصالح حد تاني، لصالح الغير من الطرف الآخر المؤمن اللي هو الشركة. بمقتضاه يعني بناء عليه يؤدي المؤمن أداء معينا عند تحقق خطر معين، الأداء معين اللي هو مبلغ التأمين. طيب زي ما قلنا قبل كده، إن إحنا لما بنتكلم في العقد المنهج محطوط بالطريقة دي: تعريف، خصائص، أركان. خلصنا التعريف، مش تعريف، التعريفين القانوني والفني. هنخش على الخصائص. خصائص عقد التأمين: أولا، عقد التأمين عقد رضائي. قلنا في سنة تانية في خصائص العقود أو في أنواع العقود إن العقد الرضائي هو العقد الذي يتم بمجرد تلاقي الإرادتين، بمجرد توافق الإجابة والقبول، طبعا إذا كان في أهلية وما إلى ذلك، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها خدناها في سنة تانية. يبقى عقد رضائي يعني بمجرد توافق الإجابة والقبول، يعني ليس عقد شكل. لما أقولك حاجة بيبقى ليها مقابل، طالما قلت رضائي تبقى العكس شكل. يبقى إذا لما أجي في الامتحان وأقولك إن عقد التأمين عقد شكلي، لا غلط، هو عقد إيه؟ رضائي. العقد الشكلي بيبقى ليه شروط اخرى. دي الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه: عقد التامين عقد ملزم للطرفين، برضه من انواع العقود اللي خدناها في سنه ثانيه. في عقود ملزمه لطرف واحد وفي عقود ملزمه لطرفين. عقد التامين من العقود الملزمه للطرفين، المؤمن والمؤمن له، او المستامن والمؤمن.
المستأمن بيعمل ايه؟ بيدفع الاقساط بتاعت التأمين الشهرية يبقى ملزم. المؤمن اللي هو الشركة بتعمل ايه؟ بتدفع مبلغ التأمين يبقى ملزم. اذا هذه الخاصية المقصود بيها او ده شرح المقصود بخاصية انه ملزم للطرفين. ثالثا الخاصية الثالثة عقد التأمين عقد مستمر. من العقود يا اما عقد وقتي عقد مستمر، عقد البيع عقد وقتي. الزمن لا يعتبر ليه وجود في عقد البيع، هات وخد الثمن اهو خدت الحاجه، لكن عقد الايجار عقد مستمر لان المده تعتبر عنصر مهم، عنصر وليس شرط، عنصر. عقد التامين عقد مستمر لان المده مهمه فيه، ده هنا بقى المده اساسيه في عقد التامين، لان ما حدش بيروح يعمل تامين ياخد فلوس وهو ماشي، لا طبعا بيبقى في مده معينه فيه. فبنقول هو عقد زمني ويترتب على ذلك عقد زمني ليس للفسخ اثر رجعي. في القانون في حاجه اسمها اثر فوري وحاجه اثر رجعي. الاثر الفوري اللي هو من تاريخه من وقته، الاثر الرجعي انه يطبق على الماضي. طب الفسخ بتاع عقد التامين ليه اثر رجعي؟ لا ليس له اثر رجعي، بمعنى ان المستامن الاقساط التي دفعها اذا تم فسخ العقد ضاعت عليه هذه الاقساط، لا يستطيع المطالبه بها. ليه؟ لان عقد التامين ليس له اثر رجعي، الفسخ في عقد التامين ليس له اثر رجعي. النقطة الثانية المرتبطة بانه عقد القوة القاهرة، القوة القاهرة عندنا حاجة القوة القاهرة زي الزلازل والفيضانات والبراكين والحروب والثورات وما الى ذلك. القوة القاهرة التي تؤدي الى انفساخ العقد بقوة القانون، فقد يهلك الشيء المؤمن عليه بحادثة غير التي تضمنها الشركة. بمعنى انا رحت عملت تأمين على المصنع بتاعي ضد الحريق، ضد الحريق انا حددت السبب. طب ام زلزال راح المصنع واقع، هنا سقط حق على طول واجب الشركه واصبحت غير ملزمه بتعويضي. ليه؟ لان السبب اللي ادى الى اتلاف او الى دمار مصنعي ليس الحريق، سبب اخر. فبالتالي هنا سقط الالتزام من على الشركه ولا استطيع ان اطالبها بمبلغ التامين. نقول يهلك الشيء المؤمن عليه بحادثه غير التي تضمنها شركه التامين، كمان يؤمن على منزل سرقه ثم يهلك المنزل نتيجه حريق. يعني انا مأمن علشان سبب ولكن الخطر او الكارثة او المصيبة حصلت بسبب اخر، ده تعتبر قوة قاهرة، فبالتالي يسقط الالتزام من على المؤمن اللي هو شركة التأمين. الخاصية الرابعة عقد التأمين عقد إذعان. احنا عندنا من برضو من انواع العقود عقود إذعان. عقد إذعان يعني بيبقى فيه طرف اقوى من الطرف الثاني، بيملي شروطه على الطرف الثاني، بيبقى في طرف زاعن وطرف مزعن. عقد التأمين من هذه العقود، شركات التأمين بتحط شروطها في العقد، قبلت بها قبلت ولا تستطيع أن تعدل فيها لأنه اسمه عقد إذعان. عندنا كتير جدا من هذه العقود زي عقود الكهرباء، عقود المياه، عقود الغاز، كلها عقود إذعان ما تقدرش أن أنت تعدل فيها، بيبقى فيها قواعد عامة، بيبقى فيها شروط عامة ما نقدرش نعدل فيها. فبيبقى في طرف زاعن وطرف مزعن، ومزعن يعني يسلم بالأمر كما هو. ولكن دائما في القانون فيه ولكن. اذا تضمن العقد شروطا تعسفيه، تعسفيه يعني ظالمه، تعسفيه يعني ظالمه، جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط. طالما قلت لك جاز يبقى صح وغلط، طالما قلنا جاز يعني يجوز ولا لا يجوز، يعني صح وغلط. اذا هل يجوز للقاضي تعديل الشروط التعسفيه الظالمه في عقد التامين؟ نعم يجوز، اذا لجأ الطرف المزعن. عاده الطرف المزعن بيبقى المستأمن اللي هو المؤمن له، بيلجأ للقضاء ويقول له يا سيادة القاضي ان الشركة حتى شروط تعسفية ظالمة وانا مش قادر على هذه الشروط برجاء تعدلها، يجوز للقاضي تعدلها. طب في حالة الشك، يعني النص مش واضح، الاتفاق مش واضح، فبالتالي بيثور شك في فهم هذا المعنى، يفسر الشك في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المزعن، والمزعن اللي هو الطرف الضعيف اللي هو المؤمن له او المستأمن. خامسا الخاصية الخامسة عقد التأمين عقد احتمالي. العقود برضو نوعين، يا إما عقد احتمالي يا إما عقد محدد. العقد المحدد زي عقد البيع، عارف أولي وأخري، راح أشتري منك عربية بكام؟ بمئة ألف، أنا كده خلاص عرفت التزامي المئة ألف وأنت التزامك العربية. أما العقد الاحتمالي بيبقى الطرفين مش عارفين التزاماتهم قد إيه وهتخلص إمتى. عقد التأمين من هذه العقود. على سبيل المثال لو أنا رحت عملت عقد تأمين على الحياة، ما أنا مش عارف أموت إمتى، فبالتالي مش عارف ادفع كام قسط، الشركه نفسها مش عارفه هي هتاخد فلوس قد ايه وهتديني الفلوس امتى، فبالتالي بنسميه عقد احتمالي وليس عقد محدد. اكمل وصح وغلط
وتوصيل، كل هذه النقاط بتيجي بأشكال مختلفة في الامتحان، سواء أسئلة مقالية أو أسئلة موضوعية. الأسئلة المقالية اللي هي بتكتب فيها تكلم عن وما هي الشروط، الأسئلة الموضوعية اللي بتبقى صح وغلط وأكمل وتوصيل واختار. يبقى بنقول لأن كل طرف لا يعلم مقدار ما يعطي ولا مقدار ما يأخذ، وديتك مثال على عقد التأمين على الحياة. سادسا الخاصية السادسة، عقد التأمين من عقود حسن النية. ده طبيعي، أنا لما رايح أأمن على حياة ابني أو على حياة حد عزيز عليا أو على حياتي، ده معناه أن أنا مش رايح أنتحر أو أموت ابني أو أموت العزيز عليا. لو أنا رايح أأمن على عربيتي، ده معناه أن أنا عاوز أحافظ عليها، لكن أنا أأمن على عربيتي ضد الحريق وروح أنا أولعها، يبقى ده اسمه سوء نية، فبالتالي يسقط حقي في مبلغ التأمين. أأمن على حياة حد عزيز عليا وروح أنا أقتله، يبقى ده اسمه سوء نية، فبالتالي برضه يسقط حقي في التأمين. فبالتالي من أهم هذه الخصائص هو أنه من عقود حسن النية. فمن حسن النية لا يقوم المؤمن له، لو الشخص لا يكون مؤمن له بتحقيق الكارثة بنفسه، أنه ينتحر، أنه يقتل، أنه يولع في العربية، أنه يولع في المصنع اللي عمل تأمين ضد الحريق. إذا عمل كده سقط حقه في التأمين. سابعا الخاصية السابعة، عقد التأمين عقد معاوضة. تاني عقد اللي احنا اتكلمنا عنها في سنة تانية، أن في عقود معاوضة وعقود هبة أو تبرع. عقد التبرع دوت بيبقى ملزم لطرف واحد المتبرع، لكن عقد التأمين ده عقد معاوضة، الطرفين كل طرف بيعوض الطرف الآخر عما خسر أو عما قدمه. أنا بدفع الاقساط الشرعي بتاعتي وعملت عقد تأمين، بغض النظر التأمين عن إيه، الشركة كمان بتدفع لي مبلغ التأمين في نهاية المدة أو عند تحقق الخطر. يعني أنا رحت دلوقتي عملت تأمين على حاجة والعقد كان مدته 10 سنين، بس الخطر حصل بعد سنة، الشركة هتدفع بعد سنة، بس بشرط ما يكون في حسن نية، اللي هو الشرط اللي فات، ان ما كنتش انا اللي عملت الكارثة او المصيبة. فبالتالي هنا بنقول انه عقد معاوضة، ان انا بدفع اقساط معينة والشركة بتدفع مبلغ التأمين اللي هي ملزمة به، كل طرف يأخذ مقابلا لما يعطيه للطرف الاخر حتى ولو لم يقع الخطر المؤمن منه، ده معناه في نهاية العقد. كده خلصنا خصائص عقد التأمين. هنخش على اطراف التأمين. اطراف التأمين في عقد التأمين تختلف عن عقد البيع وعن عقد الإيجار. عقد البيع بائع ومشتري، عقد الإيجار مؤجر ومستأجر، خلصت. لا، عقد التأمين في كلام، لأن المؤمن ليه صور والمستأمن ليه حالات. المؤمن ليه صور، 3 صور، والمستأمن ليه 3 حالات، هنشوفهم دلوقتي. الطرف الأول المؤمن. المؤمن اللي هو الشركة، تعريفه شركات التأمين ووكلاؤها، ولا بد أن تكون شركة مساهمة، شركة مساهمة مرخص لها من قبل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والتعاقد يتم عن طريق، هي دي بقى الصور اللي أنا بقول عليها، يعني الصور أو صفات المؤمن. واحد أو ألف الوكيل المفوض. أول صورة عندي من صور الطرف الأول اللي هو المؤمن، الوكيل المفوض. إيه هو الوكيل المفوض؟ بتكون له سلطة غير محدودة في التعاقد دون الرجوع للشركة، يعني يقدر يتعاقد مع المستأمن بأي طريقة، وله أن يعدل في الشروط، لا أن يعدل في مبلغ التأمين، لا أن يعدل في سداد الأقساط وفي قيمة الأقساط، هو الشركة. فبالتالي ليه سلطات مطلقة في التعاقد، عشان كده بنسميه وكيل مفوض. عارفين قبل كده برضو القانون كله بيسمع في بعض، الوكيل هو بيحل محل الموكل. فهنا الوكيل المفوض في عقد التأمين يستطيع أن يقوم بكافة الشروط وبكافة التعاقدات وبكافة البنود التي يجوز الاتفاق عليها في عقد التأمين. الصورة الثانية في للمؤمن، خلاص عرفنا الصورة الأولانية الوكيل إيه؟ المفوض. الصورة الثانية المندوب العام، ده سلطة حبة بقى، سلطة التعاقد نيابة عن الشركة بشروط التأمين العامة، يعدل الشروط بما يفيد، يعدل بس بما يفيد الشركة، على عكس يعدل الشروط سواء لصالح المؤمن أو لصالح المستأمن. لكن هل يجوز للمندوب ذو التوكيل العام تعديل الشروط لصالح المستأمن؟ لا، يجوز فقط لصالح مين؟ المؤمن اللي هو الشركة، لأن سلطته أقل شوية. سلطة التعاقد نيابة عن الشركة بشروط التأمين العام، يعدل ما يفيد المؤمن. الطرف الثالث هو أقلهم سلطة أو يكاد يكون منعدم السلطة، هو السمسار أو الوسيط. احنا عارفين في القانون أن السمسار هو مجرد وسيط بيقوم بعمل مادي وليس قانوني، عمل مادي الهدف منه تقريب
وجهات النظر بين طرفي العقد. على مثال السمسار بتاع العقارات وظيفته ايه؟ اللي هو بيشوف بائع ويشوف مشتري، يقرب بين وجهة نظر ده وجهة نظر ده. انت يا عم عايز تبيع بكام؟ ابيع ب 200,000. انت عايز تشتري بكام؟ ب 150,000. زود شويه نقص شويه، ياخد عمولته وسلام عليكم. نفس الكلام برضو في عقد التأمين، هو مجرد وسيط بين المؤمن والمستأمن، يعني بين شركة التأمين والمستأمن، ليس له سلطة إبرام العقد، ولكن فقط يبحث عن الراغبين. بنشوف أحيانا يجي لنا كده اتصال على الموبايل أو على التليفون في البيت، أستاذ فلان أيوة أنا متابع شركة كذا للتأمين، وإحنا عندنا عروض وعندنا وعندنا وعندنا. ده بيبقى سمسار أو وسيط، خد منك الموافقة، ده بالنسبة له كده ده ديل، يعني اتفاق خلاص، ياخد بياناتك ووصلها للشركة وياخد العمولة بشكل جدا، هو لا يبرم أي تصرف. إذن المؤمن له ثلاث صفات: الوكيل المفوض، المندوب ذو التوكيل العام، والسمسار. الفرق بين الثلاثة في السلطة اللي القانون بيديها له في إبرام العقد أو إبرام التصرف. أولا المؤمن له ثلاث صفات. المؤمن له بقى اللي هو الطرف الثاني، قلنا له ثلاث صفات، عشان كده قلت لكم ان اطراف عقد التامين مليان فيها كلام كتير شويه مختلف عن اطراف عقد الايجار واطراف عقد البيع. المؤمن له ثلاث صفات. طالب التامين اللي هو الشخص اللي بيروح يطلب من الشركه التامين، لو سمحتم عايز اعمل تامين، ده اسمه طالب التامين. اما صفه المؤمن له هو المهدد بالخطر، يعني ممكن يكون له صفه ثانيه، هو المؤمن له يعني طالب التامين يكون حد، والمؤمن له حد ثاني شخص اخر يعني. إما صفة المستفيد، يعني بأمن، أنا بطلب تأمين على حاجة معينة لمصلحة طرف ثالث، يبقى إذن المؤمن له لكم صفة؟ ثلاثة: طالب التأمين، المؤمن له، صفة المستفيد. قد تجتمع هذه الصفات الثلاث في شخص واحد، يعني مثلا لما أنا أروح أأمن على حاجة لصالحي، أأمن على لو أنا لاعب كرة، أأمن على رجلي لصالحي، يبقى أنا كده طالب تأمين والمؤمن له هو انا والمستفيد هو انا، يبقى كده اجتمعت الثلاث صفات في شخص واحد. زي ما قلت لك لاعب كره بيعمل تامين على رجليه لصالحه هو، اذا اصيب هو اللي بياخد الفلوس، يبقى هو طالب التامين، هو المؤمن له وهو المستفيد. وقد تجتمع صفه طالب التامين والمؤمن له فقط، يعني انا اطلب التامين والمؤمن له يبقى شخص واحد، كمان يؤمن على حياته لصالح شخص اخر، اروح كده اعمل تامين على حياتي لصالح زوجتي او لصالح ابني، يبقى انا طالب التامين المؤمن لي انا برضه، طب من ياخد فلوس زوجتي او ابني. يبقى اجتمعت صفتين في شخص وصفه في شخص تاني، الصفتين هما هنا طالب التامين والمؤمن له، بامن على حياتي لصالح ابني او زوجتي، طب مين ياخد الفلوس لما انا اموت، او المستفيد طرف ثالث اللي هو المستفيد. وقد يكون المؤمن له والمستفيد، هنا بقى عمالين نعمل توافيق وتباديل زي ما بيقولوا، بنحط ده شويه كده وده شويه كده. وقد يكون المؤمن له والمستفيد شخصا واحدا، كمان يؤمن على حوادث السياره لمصلحه من يقودها ولا يكون هو طالب التامين. تاني، وقد يكون المؤمن له والمستفيد شخصا واحدا، يعني انا رحت امنت على العربيه بتاعت ابني لصالحه، انا طالب التامين بامن على العربيه بتاعت ابني، يبقى كده المؤمن له مش انا، والمستفيد هو ابني، يبقى كده اجتمع المؤمن له والمستفيد والمؤمن او طالب التامين شخص تاني خالص. وقد تتفرق الصفات الثلاث، يبقى المؤمن طالب التامين شخص، والمؤمن له شخص، والمستفيد شخص تالت. زي بامن على حياه شخص لطرف شخص تالت، انا اروح كده امن مثلا اطلب تامين على حياه شخص عزيز عليا، في حاله لو مات الفلوس هتروح لشخص تالت، يبقى هنا شخص مؤمن له شخص تاني، المستفيد شخص تالي. كده اتكلمنا عن اطراف عقد التامين اللي هو المؤمن والمؤمن له. شفنا المؤمن له ثلاثه صور والمؤمن له برضو ثلاثه صور، وفيهم كلام كتير وبتبقى موضع اسئله في الامتحان كتير، يعني سواء اسئله مقاليه او اسئله موضوعيه، زي ما فهمت لكم من شويه يعني اسئله موضوعيه وايه اسئله مقاليه. نخش على النقطه اللي بعد كده. احنا قلنا اتفقنا على ايه؟ تعريف العقد، خصائص، اركان. احنا بس زودنا في عقد التأمين أطراف، لأن أطراف عقد التأمين مهمة جدا جدا جدا، لأن شفنا في طرف سلطته بتختلف، وفي طرف قد يجتمع الصفات الثلاثة في شخص، أو تجتمع صفتان في شخص، أو يجتمع أو يتفرقوا كل شخص بيبقى ليه صفة لوحده، ده هو طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد. طيب إيه أركان عقد التأمين؟ الركن الأول الخطر المؤمن منه، خطر وفاة، خطر حريق، خطر حوادث، يبقى ده الركن الأولاني. هنلاحظ
ان اركان عقد التامين تختلف عن اركان العقود الاخرى. عقد الايجار وعقد البيع كان عندنا الرضا والمحل والسبب، الثلاث اركان اللي هم معروفين في اي عقد، لكن عقد التامين ذو طبيعه خاصه يختلف. فبالتالي اول ركن فيه اللي هو الخطر. الركن الثاني قسط التامين، وده المبلغ اللي بيلتزم به مين؟ المؤمن له، المؤمن له اللي هو المستامن يعني. مبلغ التامين اللي هو الفلوس التامين او التعويض اللي انا هاخده في نهايه عقد التامين او عند حدوث الخطر، وده بيلتزم به مين؟ المؤمن. المصلحه، لازم يكون في مصلحه عشان اعمل عقد التامين، لو ماليش مصلحه مش هقبله من عقد التامين. دول اسمهم اربع اركان لابد ان يتوافروا في عقد التامين. اقولهم تاني: الخطر المؤمن منه، قسط التامين، مبلغ التامين، المصلحه. عقد التامين مش زي عقد الايجار والعقد البيع نقعد كده نعمل انا والراجل المشتري عقد وابيع له العربيه، او اقعد انا والراجل المستاجر عقد واجر له الشقه. لا، عقد التامين بيعدي بمراحل، مش على طول احمل عقد التامين، لا، لان في التزامات كتير والتزامات تخفيف والتزامات ماليه كبيره، فبالتالي بيعدي بمراحل. المرحله الاولى اولا طلب التامين، ان اللي هو المستامن او المؤمن له بيروح لشركه التامين بنفسه وبيطلب طلب التامين. اذا طلب التامين بيكون بناء على طلب الشخص او بناء على اقناع الوسيط له. قلنا الوسيط اللي هو السمسار اللي بيتصل بيك او بيقابلك او بيجي لك مكان شغلك ويقول لك انا مندوب شركه التامين كذا وعندنا عروض وعندنا هتستفيد حاجه تامين ليك ولاولادك الكلام ده كله. المهم قد يكون طلب التامين من الشخص نفسه او من عن طريق السمسار اللي هو يقنعه باهميه التامين. طيب طلب التامين ايه الطبيعه القانونيه بتاعته؟ هل هو عقد ولا هو مجرد وعد بالتعاقد ولا هو مقدمه للعقد ولا ايه هو؟ هنشوف بالنسبه للمؤمن، المؤمن اللي هو الشركه، طلب التامين لا يلزم المؤمن ولا يعتبر اجابه، فهو وسيله اساسيه، فهو وسيله اساسيه لتجميع البيانات اللازمه لتقدير مدى مناسبه اصدار ايجاب من عدم. يعني انا مش كون ان انا قدمت طلب تامين الشركه خلاص ملزمه، لا، ده ممكن الشركه توافق او ترفض. هو بيجمع بيانات عنده في طلب التامين، شاف البيانات دي مناسبه وكويسه وصادقة بيكلمني وروح أكمل إجراءات التأمين. البيانات دي مش مناسبة أو ما تناسبوش أو فيها حاجة مش مظبوطة بيرفض تماما. بالنسبة لطالب التأمين هو مجرد دعوة للتعاقد بعد تقديم البيانات للشركة لمعرفة موقفها. طب إيه أهمية طلب التأمين؟ أهمية طلب التأمين اللي هو تجميع للبيانات. أنا بيديني كده أبليكيشن أو طلب بكتب فيه البيانات اللي أنا عايز أعملها، سواء كان اسمي أو بياناتي أو الشخص المؤمن عليه أو إذا كنت أمن على نفسي ونوع الخطر، حادثة، وفاة وما إلى ذلك. في حاجة اسمها مذكرة التغطية المؤقتة. مذكرة التغطية المؤقتة ديت على ما يعملوا لي الوثيقة النهائية. طب أنا محتاج دلوقتي حاجة تضمن لي أو تأمن لي الحاجة اللي أنا عايز أمن عليها، فبتصدر للشركة وثيقة تغطية مؤقتة، ويعتبر نوع من أنواع التأمين. هي وسيلة إثبات مؤقتة للعقد النهائي وهي تعتبر تأمين مؤقت. وثيقة التأمين بقى اللي هو المحرر النهائي بقى الذي يثبت عقد التأمين وتكون في شكل نماذج مطبوعة. بيانات الوثيقة إيه؟ اسم طالب التأمين، الخطر وطبيعته، موعد استحقاقه، مبلغ التأمين. مبلغ التأمين بقى ليه حد أقصى إلا في التأمين من الأضرار. تاريخ وتوقيع الوثيقة، تاريخ نفاذ الوثيقة، مدة العقد، ملحق الوثيقة. بيبقى في ملحق للعقد، العقد اللي هو الاساس. طب حبينا نعمل تعديلات فبنعمل حاجه اسمها ملحق الوثيقه. اي اضافه او تعديل في شروط وثيقه التامين يتضمنها محرر خاص يطلق عليه ملحق الوثيقه. تعريف الخطر مهم جدا جدا جدا، ده تعريف مهم قوي. هو حادث غير محقق الوقوع لا يتوقف تحققه على اراده اي من الطرفين وخصوصا اراده المؤمن لا. وعلى ذلك شروط الخطر هي ان يكون حادث غير محقق الوقوع. اثنين، ما توقفش حصوله على إرادة أحد الطرفين سواء المؤمن أو المؤمن له. يجوز التأمين من الخطأ الجسيم، صح وغلط ماشي، يجوز التأمين من الخطأ الجسيم، يجوز. لا يجوز التأمين من الخطأ العمدي، للعمدية ما ينفعش نأمن ضده. يجوز التأمين من الخطأ الغير حتى لو عمدي، يعني أنا مأمن على عربيتي ضد الحريق، واحد جه حرقها، لا، أخد التأمين، هو اللي يتحاسب، هو اللي يدفع التعويض. ثالثا، أنه يلزم أن يكون الخطر مشروع، يعني غير مخالف للنظام العام، يعني ما ينفعش اعمل تامين على حاجه غير مشروع، ما ينفعش اعمل تامين على شحنه مخدرات، ما ينفعش اعمل تامين ضد حكم بالمصادره وهكذا، لان المصادره تعتبر عقوبه جنائيه. انواع الخطر دي مهمه قوي 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 ونختم بيها. عندنا الخطر الثابت والخطر المتغير. الخطر الثابت اللي بتكون احتماليه تحققه خلال مده التامين ثابت زي خطر الحريق. الخطر المتغير بتكون درجه تحققه متغيره خلال مده التامين زي التامين على
الحياة. عندنا الخطر المعين والخطر غير معين. الخطر المعين أو الخطر الذي يكون محله معينا وقت إبرام العقد مثل التأمين على الحياة، يبقى التأمين على الحياة خطر إيه؟ معين. أما الخطر غير معين بيكون محله غير معين وقت إبرام العقد مثل حوادث السيارات، فهو لم يؤمن ضد حادث معين. مبلغ التأمين وعهدة المؤمن ده اللي هو المبلغ ما يلزم المؤمن عند وقوع الكارثة بتحقق الخطر. يعني عامل تأمين ضد الحريق والحريق حصل، عامل حريق تأمين ضد الوفاة والوفاة حصل، هنا بالتالي بيلتزم المؤمن بمبلغ التأمين وهي العهدة بتاعته. كده أبنائي الطلبة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، بتمنى لكم كل توفيق وسداد، ربنا يوفقكم ونشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.